السلام عليكم. اليوم اول يوم رمضان، وشيء طبيعي جدا انه اللي ما متعود على الصيام كل اثنين وخميس، ولا متعود على الصيام ثلاث ايام بالشهر العربي، انه يحس اليوم بمشقه ما طبيعيه. يعني الجوع ببلش يضرب من الصبح، بصير يحس الناس اللي قدامه وجبات كنتاكي متحركه، بصير اذا مرق من حد كولر المي البراد تبع المي وعمل بق 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 قدامه بيعتبرها حركه استفزازيه، وعطش وحديث عن الطعام ببطل عنده حديث غير الطعام وشو حياكل على الافطار، لدرجه انه بصير حاطط براسه انه ما بدي انا اكل على الافطار عشان اشبع، لا بدي اكل انتقاما من الطعام، وبيكمش لسه الطعام، ما بيخلي نوع من انواع الحلويات الا ما بيجيبه، ما بيخلي نوع من انواع العصائر عصير وجلاب وبيبسي ولبن، وبيجي على انواع المقبلات سلطات سلطه وفتوش وتبوله، وبيجي على الاساسيات بقى معجنات ودجاج ومشاوي وحم هالاشياء. يعني انا جعت انا عم بجيب سيرتها، فاحببت ان اذكر نفسي واياكم اخواني في الله بقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما يجي الافطار حقك تاكل وحقك تتمتع بالطعام، بس لا تصل لحد الاسراف. يعني لما انت تحط مائده اولها في اول البيت واخرها في اخر البيت، هون في بصير في خلل، خاصه انه انت حتاكل وتكب وترمي بالزباله. والله سبحانه وتعالى حذر من التبذير، قال: ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا ايش؟ اخوان الشياطين. معقوله انت برمضان تعد عند الله سبحانه وتعالى اخ من اخوان الشياطين، والشيطان اساسا مصفد؟ يعني هو مصفد وانت عند رب العالمين تعد اخوه؟ كيف انت بترمي الطعام واخوانك وجارك جائع ما عم بلاقي شيء ياكله؟ لا يا شيخ، ما هو نحن اللي بيزيد بنعطيه. ليه حاطط براسك انه ان احنا مبدا انه بدل ما ينكب احسن ما ينكب الطعام بنعطيه للفقراء؟ لا، انت الاصل اذا الطعام فعلا الفقير بتشله انت، عم تعمل الطعام بتهيئ له اياه بطريقه نظيفه، بطريقه مرتبه، طريقه فيها حب تدل على الحب، مش تدل انه انت احسن، انت اولى من الزباله. شو المفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من باد شبعان وجاره الى جنبه جائع وهو يعلمه. هاي من ناحيه التبذير والكم. من ناحيتك انت لما انت تاكل لحتى خلص يبطل فيك تتنفس، توصل اللقمه لهون بدك تفوت اللقمه دحش وبدك تشد على حالك بس عشان تاكل اللقمه، واخر شيء تقلب على ظهرك هيك وتطلع بطل ايديك. هون حتوقع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ليه؟ لما تأكل وتكتر أكل ترجع الشهوة اللي أنت أساساً ضعفت بالصيام ترجع بتقوى بهالإفطار. أحد السلف قال: لا تأكل كثيراً فتشرب كثيراً فتنام كثيراً فتخسر كثيراً. ليه؟ لما أنت تكتر أكل بعد فيك تصلي صلاة التراويح أساساً أنت حتيجي أنت هيك ومعتك لقدامك زي اللحام بالشهر التاسع وما جاي على الصلاة هيك وبدك كبر الله أكبر إيد قدامه وإيد حاطة ورا قد ما أنت فخذ، ما حتعرف تعبد رب العالمين حق العبادة والطعام واصل لزورك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد، يعني أنت يا خي تعبان وعطش طول النهار، فإن كان لابد فثلث، خلي هيك قسم معتك ثلاث أقسام: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث خلي ثلث للنفس، وثلث لنفسه، مش ثلث لطعامه وثلث لشرابه ونفسه يجعل عمره ما يرجع، لا بدك تعمل هذه الاثلاث ثلاثه حتى تمتثل وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف العباده، حتى تعرف حق غيرك وجارك. ارسل هذا المقطع لكل صديق جائع وينوي ان ينتقم من الطعام مساء، والسلام عليكم.